يمكن تأريخ 26 تشرين الثاني 2024 بأنه بداية مرحلة جديدة مختلفة كليا عن مرحلة ما قبل. هناك أولا 60 يوما التي تحدثنا عنها، في هذه 60 يوما يجب أن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية في لبنان. يجدر التذكير أن لبنان اليوم من دون رئيس جمهورية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يجب تشكيل حكومة جديدة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة هناك مرحلة إعادة إعمار لما بعد الحرب في لبنان. كما شاهدنا على الشاشة هناك دمار هائل يبدأ من الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتأكيد من العاصمة بيروت، وصولا إلى الجنوب، صعودا إلى البقاع. هناك عملية دمار شاملة، يجب إعادة الإعمار. وهذه المسألة لا تتعلق باللبنانيين وحدهم، ليس بإمكان اللبنانيين وحدهم أن يقوموا بإعادة الإعمار. نحن نشاهد عودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، لكنهم لا يستطيعون أن يقيموا فيها، ليست هناك أي حد أدنى لمقومات العيش في الجنوب اليوم. المنازل مهدمة، الطرقات صحيح. محفورة، لا وجود للكهرباء، لا وجود للمياه، طيب. لا وجود للإنترنت، لا وجود للمستشفيات والمستوصفات. اليوم العودة هي عودة تفقد، لا عودة إقامة، لأن لا إمكانية للعودة. هناك مرحلة جديدة يجب أن تبدأ، هناك حالة طوارئ سياسية وأمنية وعسكرية وصحية وتربوية واقتصادية يجب أن تبدأ فورا، وهناك نداءات يجب أن تطلق إلى الدول الغربية والداعمة لإعادة البناء. لا يستطيع لبنان أن يقول هناك وقف إطلاق النار وكفى، وقف إطلاق طيب. النار وحده لا يكفي، هناك حالة طوارئ شاملة يجب أن تبدأ. وما لم يحصل هذا الأمر يكون اللبناني يعاني ما بعد الحرب كما كان يعاني أثناء الحرب. طيب.